ما القصة الكاملة وراء ميم رقصة التابوت الشهيرة؟ انتشرت في الفترة الأخيرة الكثير من الفيديوهات والميمات عن مجموعة رجال أفارقة يرقصون بنعش أحد الأشخاص في حفل تأبينه، مما أضحك الكثيرين وأعجب آخرين وأثار استغراب البعض الآخر. ظهر هذا المحتوى على كل الشبكات الاجتماعية وبعض التطبيقات مثل تيك توك ولدى منشئي المحتوى في اليوتيوب وأورون بلاي، ولكن ما هو أصله وقصته؟ يعود أحد الظهورات الأولى إلى سنة 2015 في مقطع فيديو على اليوتيوب من حساب ترافلين سيستر يشرح هذا النوع من الاحتفاء بالموت. وفي الفيديو تقول هذه الفتاة: سافرت إلى غانا لحضور جنازة حماتي وشاهدت حدثا مذهلا. كرم الراقصون المحترفون بكل فخر العودة إلى الوطن بحركات جسدية مثيرة للإعجاب وأقدام جميلة رشيقة وقوة مذهلة تجعل أي عائلة غنية فاخرة. في سنة 2017 قامت وكالة بي بي سي نيو أفريكا بتوثيق عمل حاملي النعوش هؤلاء، والتي عادة ما تكون مجموعة من 4 إلى 6 أشخاص يقومون برفع المعنويات في الجنازات الغانية برقصات نابضة بالحياة أثناء نقل التوابيت. تدفع العائلات مبالغ كبيرة مقابل خدماتهم لإرسال أحبائهم بهذه الطريقة. تختلف تكاليف الخدمة اعتمادا على نوع الحفل، والذي يمكن أن يستمر ما بين 3 و7 أيام في المتوسط. تبلغ التكلفة عادة حوالي 13,000 سيدي. سيدي هي عملة غانا، وهو ما يعادل ما يزيد عن 2000 يورو، ومع ذلك قد يكون الرقم أعلى. في سنة 2013 قام موقع بلومبرج بنيامين إيدو مؤسس إحدى المجموعات الأكثر شعبية من هذا النوع ليصرح: يقوم العملاء أحب والدنا الرقص يقول العملاء أحب والدنا الرقص عندما كان على قيد الحياة، فلندعه يرقص مرة أخيرة. بالإضافة إلى الرقص، فإن الموسيقى في هذه الجنازات ضرورية، وهي تتنوع من موسيقى الريغ إلى ترانيم الإنجيل. أما في حالة مقاطع فيديوهات الميمات التي انتشرت على الشبكات الاجتماعية ترافق الرقص الغريب مع أغنية معدلة من طرف ستيفان إف بعنوان أسترونوميا من تأليف توني إيجي. كان أول ظهور للميم في شهر شباط من سنة 2020 في فيديو يوتيوب يظهر متزلجا يحاول القيام بقفزة خطيرة.